بس استكمالنا للتحليل. انا اسف جدا لمقاطعه حضرتك، هنرجع تاني للكلام المهم، بس انا طبعا حابب انوه الاول عن الخبر والخبر اللي احنا قلناه في الفقره الاولى، ان نجحت شركه برزنتيشن سبورت في الحصول على الحقوق التسويقيه لبطوله كاس الخليج المقبله في نسختها 23 خليجي 23 التي تنطلق غدا الجمعه 22 ديسمبر في دوله الكويت، وتستمر منافستها حتى 5 يناير. استاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت توقع عقد الحقوق التسويقيه مع اللجنه المنظمه بمقر الاتحاد الكويتي لكره القدم، وكانت شركة برزنتيشن سبورت قد فازت بهذه الحقوق بعد منافسات شرسة مع كبريات الشركات العاملة في مجال التسويق. فوز شركة برزنتيشن سبورت بالحقوق التسويقية لمنافسات كأس الخليج يعد من الخطوات العملاقة للشركة في امتداد أنشطتها التسويقية خارج محيطها التقليدي. كما تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير استراتيجية شركة برزنتيشن بالاستثمار في صناعة الرياضة لتخرج بأنشطتها إلى البطولات الإقليمية والدولية بعد نجاحها على المستويين المصري والأفريقي. طبعا ما كانش ينفع نتكلم أو نقول الخبر ده لما يكون معنا الأستاذ عمرو وهبي، طبعا المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا كابتن هيثم. زيك في البداية طبعا بقول ألف مبروك على الخبر الرائع ده اللي أسعدنا كتير بالفوز بالحقوق التسويقية الكاملة لبطولة كأس الخليج. الخطوة دي بتمثل لحضرتك إيه بشكل شخصي وبالنسبة للشركة أيضا يا كابتن؟ طبعا بحمد ربنا على النجاح ده، وبنعتبرها خطوه او نقله كبيره ونوعيه في استراتيجيات الشركه، والانتقال من المرحله المحليه للمرحله الاقليميه في الوقت الحاضر. منتظرين الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله، اللي هو التحرك على المستوى الافريقي والدولي باذن الله، يعني الخطط الاساسيه للشركه يعني باذنك يا رب. يعني طب يا فندم، دي كانت اول يعني شركة مصرية تفوز بحقوق تسويق لبطولة خارجية، والفوز كان على شركتين قطريين بينافسوا يعني برزنتيشن بشكل كبير جدا، اكيد ده ليه مدلول، ايه تعليقك على ده يا فندم؟ والله طبعا يعني وجهة نظري يعني التحليل بتاعها ان اكيد عرضنا اقوى، اكيد ثقة اللجنة المنظمة في برزنتيشن اعلى مهما كانت المغريات يعني اللي كان ممكن تيجي من اطراف اخرى، ولكن في الاخر خالص احنا بصنا لها ان احنا قدمنا عرض محترم، خلقنا ارضيه ومنطقيه في منطقه الخليج، وده اتبنى من خلال الفتره اللي احنا عملنا فيها مباراه السوبر المصري هناك. اسم البرزنتيشن ظهر، ظهر شغلنا بصوره جيده جدا، الناس وثقت ان احنا قادرين على تقديم منتج جيد في التسويق الرياضي، وبناء عليه الاختيار والتعاقد معانا. صحيح، يعني كلام مظبوط جدا، يعني الموضوع ده ما جاش مفاجأة، ده جه نتيجة شغل وشغل اتبنى عليه أمور كتيرة حتى وصلنا إن احنا نفوز بهذا يعني العقد الكبير. طب طموحات ومفاجآت برزنتيشن من خلال بطولة كأس الخليج إيه يا فندم؟ لا هو ما فيش، ما نقدرش نتكلم على في حاجة جديدة بنقدمها، وفي استراتيجية بيعية معينة، ان انت النهارده بتفتح بتخلق قاعده قويه جدا للعملاء او الشركات الخارجيه، ان انت تبقى على ارتباط وثيق بيها وان هي تثق في قدراتك التسويقيه من خلال نشاط كره القدم، وايضا بتفتح مجال للرعاه المصريين اللي هم موجودين اوريدي معانا، ان انت بتفتح لهم مجالات وانشطه في الخليج ان هم يحطوا اعلاناتهم ويتشافوا منتجاتهم خلال الفتره اللي هناك، يعني خلال الفتره بتاعت اقامه المباريات. فلا طبعا في استفاده كبيره جدا لكل الاطراف يعني. اكيد كلام محترم. طيب يعني المفاجات اللي برزنتيشن بتوعد بيها الجمهور، او يعني حضرتك شايف ان ممكن نبشر بيها الجمهور الكره المصري بالذات في موضوع حقوق الرعايه والبث في مختلف البطولات الكرويه القادمه، ايه المفاجات اللي ممكن يعني برزنتيشن تعملها لجمهور الكره في نادي في مصر؟ ما اقدرش اقول مفاجات، لكن اقدر اتكلم على طموحات. طموحات الشركه واضحه جدا من اول يوم ابتدت الشركه فيه، ان احنا الحمد لله حاطين خطط معينه، حاطين الخطوه الاولانيه اللي هي كان المرحله الاربع سنين الاولانيين الاهتمام بالسوق المحلي، الاربع سنين اللي بعدهم ان احنا بنقول لو نجحنا في تثبيت وجودنا وتثبيت شعار برزنتيشن او البراند بتاع برزنتيشن تم تثبيته في السوق المحلي، الطموحات بتاعتنا الانتقال من المرحله المحليه للمرحله الاقليميه والقاريه والدوليه، والحمد لله احنا يعني خلال الفتره اللي فاتت اثبتنا ان احنا نجحنا بصوره كبيره جدا، يمكن احنا سابقين حتى الحمد لله خططنا المستقبليه،
ان احنا ابتدينا نخرج بره، عندنا قاعده قويه جدا في افريقيا، ابتدينا ان احنا نطمح ببطولات افريقيا، لكن الظروف لم تحنيت يعني حتى الان. الخطوه اللي بعديها لو ربنا اراد بنتمنى ان احنا نقدم شركه مصريه خالصه ان هي تكون صاحبه حقوق في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، ده امنيات وطموحات يعني، ده اللي احنا نقدر نقوله. ودي امنياتنا اكيد يعني مع حضرتك استاذ عمرو، لان احنا نتمنى يعني الحقيقه الشركه بتاخد خطوات، بالعكس بتاخد قفزات كبيره كمان مش خطوات، واللي ما يشوفش ده يبقى جاحد الحقيقه، لان ده في الاول والاخر بيعود بالنفع على الكره المصريه. واكيد بعد تاهل منتخب مصر حتى لكاس العالم، يعني شفنا استاذ محمد كامل مش ساكت وعمال يتحرك في كل الاتجاهات، ايه الاستعدادات اللي عاملاها برزنتيشن عشان كاس العالم مع المنتخب يا فندم؟ لا هو احنا الاستعدادات اللي احنا عاملينها مع المنتخب، هو احنا داعمين للمنتخب الوطني والجهاز الفني، ده الدور بتاعنا الرئيسي، لكن ان احنا واقفين ورا منتخبنا بنحاول نمد ايد المساعده في اي نوع من الطلبات اللي هم بيطلبوها، سواء جهاز فني او منتخب، لاي طلبات ليهم. احنا نفسنا نحقق من خلال منتخب احنا كشركه يعني حاجه تسعد بيها الشعب المصري، وبالتالي ان احنا هيبقى الطموحات لو نجحنا المره دي اكيد العجله هتمشي، ويبقى لينا طموحات في التاهل مره واثنين وثلاثه، وان احنا نخلق نوع من الاستمراريه بوجود المنتخب المصري دايما متواجد بين الكبار في كاس العالم، ده الطموحات الرئيسيه اللي احنا بنطمح فيها يعني. اكيد، وطبعا مش هينفع يعني استاذ عمرو تبقى حضرتك معايا طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا شركه برزنتيشن هي الشركه الراعيه لقناه النادي الاهلي، وما اسالش حضرتك عن ماتش اتلتيكو مدريد الجاي والاستعدادات ازاي، وشايف ده انا ما بقولش دي مباراه، انا بقول دي مهرجان كبير او مهرجان كبير، السلام ضد الارهاب، يعني شايف المباراه ازاي دي، وشايف المهرجان ده تعليق حضرتك عليه يا فندم؟ لا هو طبعا بادئ ببدء النادي الاهلي اسم كبير جاذب لكل الاستثمارات، يتمنى الجميع التعامل مع اسم النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي. انا شايف طبعا هو مبادره كريمه جدا من الشيخ من تركيا، الشيخ ان هو يبتدي ان هو يعمل مبادره على السلام والارهاب كمثله في مباراه كره القدم ما بين اقوى نادي في الشرق الاوسط نادي الاهلي وما بين نادي اتلتيكو مدريد صاحب التاريخ وصاحب الامكانيات الكبيره. المهرجان ده احنا كدورنا طبعا بنحاول بقدر استطاعنا ان احنا ننجحه كمهرجان كبير جدا، وده من خلال خبراتنا في الانتاجيه لهذه المباراه، ولكن الاستعدادات والتنظيم طبعا النادي الاهلي اسم كبير قادر على تنظيم مباراته والحدث بتاعه، يمكن احنا عشان حقوقنا بتقتصر على نطاق محدد، ولكن ثقتنا في النادي الاهلي والشركه الراعيه معاه ثقتنا فيهم كبيره جدا ان هم يطلعوا المهرجان بالصوره. هي الفكره كلها كابتن هيثم ان احنا يعني كلنا بنكمل بعض في اخراج مهرجان جيد يليق باسم مصر والنادي الاهلي، وندي انطباع جيد لدى الجماهير، ونخرج بالمهرجان ده بصوره جيده جدا، نبقى فرحانين بيه كلنا، خارجين بيه بقناعات الارهاب لن يدوم، السلام والحب والموده هو الاساس في بيننا جميعا. يعني رساله جميله، وكمان اكيد مشاركه نجوم عرب في هذا المهرجان كان ليه رساله واضحه، وشركه برزنتيشن كانت بتدعم هذه الرساله، عايزين توصلوا بالرساله مشاركه يعني هؤلاء النجوم العرب، عايزين توصلوا رساله مضمونها ايه يا فندم؟ انا هحط كلامك بس مختلف شويه، انا اقول ان هو النادي الاهلي مشكورا قال ان المهرجان ده بتاع الوطن العربي كله اللي بيعاني من التسامات ومشاكل بقالنا فتره طويله يعني. كون ان النادي الاهلي دي خطوه ذكيه جدا مجلس اداره النادي الاهلي احييه عليها، ان هو عمل دعوه كريمه لكل النجوم العرب في رساله ان العرب كلهم متحدين ضد الارهاب، ان العرب كلهم متحدين مع السلام. فدي رساله ذكيه جدا النادي الاهلي انطلق فيها، او مبادره النادي الاهلي متمثله في مجلس اداره ان هو يطلع بالصوره دي او بالمبادره دي، فشيء جميل جدا، بل بالعكس هو ما دعا كمان نجوم المصريين هم يشاركوا، ان القصه مش قاصره على النادي الاهلي بس، لا قاصره
متمثله في مصر كلها. طلعنا نزلنا اهل الزمالك فنحن مصريين، نحب هذا البلد ونسعى للاستقرار. اكيد كلام طبعا يعني محترم، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركه برزنتيشن على وجود حضرتك معانا الحقيقه، وكان فرصه طيبه ان احنا نبارك طبعا لشركه برزنتيشن اللي هي الراعي الرسمي لقناه النادي الاهلي. الحقيقه الشركه دي عملت طفرات كبيره في مجال التسويق الرياضي، لان احنا كنا زمان عندنا مشكله في هذا الموضوع، وكان عندنا غياب لدور الشركات المصريه، ولكن الان نقدر نتكلم بشكل كبير ان عندنا شركه بتنافس الشركات العالميه والاقليميه في ان هي تاخد حقوق البث من اي شركه عندها القدرة المالية والقدرة التنظيمية والقدرة التنافسية. الموضوع ده يا جماعة بياخد سنين طويلة. شركة برزنتيشن 4 سنوات، والاربع سنوات التانيين اهو ابتدينا فيهم مع كرة القدم مع اتحاد الكورة. الحقيقة بيبان ان في بناء بيتبني، الاستمرارية صعب، سهل جدا ان شركة تبتدي وتكبر مرة واحدة وبعد كده تختفي، ولكن الاستمرارية هي دي الصعوبة. ايجاد موارد تمويل، ايجاد رعاة يعني مشتركين مع برزنتيشن في كل شيء، الموضوع ده صعب عشان تحصل على ثقة الشركات الكبرى انها تحط اعلانها معاهم وانها تشتغل معاهم. الموضوع ده محتاج شغل كتير. الف الف مبروك شركة برزنتيشن، ونتمنى ان شاء الله وفي انتظار طموحات وامال، في انتظار بطولات قارية تحصل على حقوقها ولا يعني شركة برزنتيشن، لأن ده الحقيقة هيرجع تاني مصر في الريادة في كل شيء. مصر رائدة في كل شيء، بس مش في مجال الرياضي سواء مجال تنافسي، لا كمان شركات يعني التسويق الرياضي أصبحت ليها ضلع كبير جدا جدا في تقدم الرياضة. الحقيقة سريعا لازم أخد رأي ضيوفه برضو عن كلام أستاذ عمرو وهبي الحقيقة المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن، اللي شرفنا بمداخلة كريمة. يعني كابتن أحمد يمكن هنخرج من الطائرة شوية، هناخد تعليق سريع من حضرتك على الحدث ده وعلى كلام أستاذ عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن.